علاقتك خدمني محمد ابنك كبيرت وهو يطرف كسر نظام سبيل في صعب ده نظام جدا يا حبا وانت لسه حزان لحد الوقت السلام عليكم. نتعرف على حاج جميل كده ما شاء الله عليه. الله وبركاته. محمود فتحي. من ايه؟ الوهيدي من منصوره. ربنا يبارك فيك. من عوض الله القديم. ربنا يبارك فيك يا حاج، طول في عمرك. ربنا يخليك. احنا مقبلين على شهر رمضان وايام كريمه يا رب. لازم ان احنا نقرا فيها القران وكلام من ده يا رب. طيب انت بتتمنى ايه في حاجاتك في حياتك الاول؟ يعني تتمنى ايه اللي يحصل معاك الايام دي؟ اتمنى ان ربنا يجبرني والستر والصحه بس. هم اهم حاجه. طول ما انت مع ربنا. انا مع ربنا، هو اللي بياكلني، هو اللي بيشربني. صح. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. استعن بالله، صح كده، كلام جميل كله. الحمد لله. القرآن الكريم صح. الحمد لله، وما بتمنى حاجة هو بيديهالي وبيجيلي رؤية. والله كده. ما شاء الله. يعني بيجيلك رؤية في حاجات تمنيتها وجاتلك رؤية. ما شاء الله. ده هو خد على علاقتك. خد مني محمد ابني الكبير. الله يرحمه ويستر. خد مني محمد ابني الكبير. وعملت له عملية صديد على المخ. ربنا يرحمه. وهو اختاره. ربنا يرحمه ويسامحه. لا ما تنكيش حاجة، ربنا يرحمه ويسامحه، ده أجله والله. هو كان يعني ابنك الوحيد ولا عندك أولاد تانيين؟ هو الوحيد. طب هو الله يرحمه ويسامحه، وهو ربنا بيقول في الكتاب العزيز: واذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني الله اعلم كلنا اخرنا امتى، فاهمني؟ ربنا بس يعني انت مطول في عمرك عشان تكتر من الثواب وتدعي له ان ربنا يغفر له ان شاء الله، هو في الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. بس افضل ادعي له، هو ان شاء الله في الجنه. بس هو يعني توفى من كام سنه؟ 77. في صعب ده من زمان جدا يا حبيبي، وانت لسه حزين عليه لحد دلوقتي. انت بتقول لي انت مريض وقعت، ايه القصه دي؟ انا بتعالج من السكر والضغط. ما فيش حد بيصرف عليا الا ربنا. ما فيش حد بيصرف عليا الا ربنا. اتفضل. بس بتعالج من السكر والضغط. طيب يعني مثلا ما فيش معاش، ما فيش اي دخل مثلا؟ معاش صغير، بدفع ايجار. بدفع ايجار 1000 جنيه، يعني هيكفي ايه ولا بجيب دواء الضغط والسكر والحاجات دي؟ عندك يعني امراض ومش عارف السكر والضغط مش عارف تعالجها. وبطني فيها فات اسره، ما قدرتش اعمل عمليه، اجيب منين يعني؟ يا ربنا يا رب ان شاء الله يشفيك يا حاج، واحنا معاك باذن الله، وهنتواصل معاك باذن الله، ونحاول ان احنا برضه نساعد باذن الله. طيب وكلنا رقم محمود. وهو هاخد رقمك، انا هاخد رقمك ان شاء الله باذن الله. طب انت كسبت معانا جايزه؟ طب انا بس كده ايتين سهلين كده، اتفضل معانا جايزه كده الاول، وتكسب معانا جايزه المصحف بقى لما تقول لنا حاجه جميله كده. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الخناس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ربنا يا رب يطول في عمرك يا حاج، ويعني ان شاء الله طول ما انت مع ربنا وبتقرا قران الحمد لله ربنا هينور طريقك، وباذن الله وادعي دايما الحمد لله لابنك، وباذن الله ربنا هيغفر له ويرحمه. والله ربنا يرحمه، ربنا يرحمه ويسامحه باذن الله. اتفضل على المصحف ان شاء الله، تقرا من المصحف ده، واحنا هناخد رقمك اهوت، وان شاء الله نتواصل معاك. طيب حبيبي يا حاج، اتشرفت بيك والله، انا ابنك رمضان. ربنا يخليك حبيبي يا حاج والله. حبيبي الحاج فاروق طوخي. لا انا والله مش من هنا اصلا، من اسكندريه، بس جايين يعني نصور حلقه مع اخواتنا هنا في المنصوره بمناسبه شهر رمضان، وان احنا ان شاء الله الناس اللي ربنا يخليك وبرك. ربنا يخليك يا حاج والله، الدعوه دي الدنيا كلها. حبيبي يا حاج، ربنا يسهل لك الحال يا رب، وينور لك طريقك ان شاء الله باذن الله. سلم حبيبي.